السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا جماعة النهاردة هتكلم معاكم في موضوع مهم جدا ويخص كل الأجانب المقيمين في تركيا، وهو موضوع الإقامة. هتكلم عن الإقامة السياحية والإقامة الطلابية، فخليكم معايا وتابعوا الفيديو ده للآخر، هتستفيدوا جدا إن شاء الله. في البداية خالص تعالوا نتكلم عن الإقامة السياحية. الإقامة السياحية هنا في تركيا انتوا ممكن تاخدوها من 6 شهور لسنتين. طب ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على فترة الصلاحية بتاعت الباسبور بتاعك والتأمين الصحي اللي انت عملته هنا في تركيا. يعني انت لو عملت تأمين صحي لمدة 6 شهور هتاخدها ب6 شهور، لو عملتها بسنة بتاخدها بسنة، وممكن في بعض الأحيان بيدوها سنتين. ده طبعا بيعتمد على وضعك والظروف الخاصة بيك. طيب يا شباب، ايه المميزات اللي انا اقدر اتمتع بيها لما اخد الإقامة السياحية دي في تركيا؟ اول حاجة هي انك تقدر تشتري هنا عقار في تركيا، تقدر تشتري عربية في تركيا، وغير كده برضو بتقدر تقدم على رخصة القيادة. تاني حاجة تقدر تقدم على الجامعات. تالت حاجة بتلف كل مدن تركيا براحتك من غير ما حد يقولك اي حاجة خالص. فزي ما انتوا شايفين لها مميزات كتير جدا، غير انك لما تخرج برا تركيا يعني تروح دولة تانية، لما تيجي ترجع على تركيا مش محتاج انك تاخد فيزا، بتوريهم بس الاقامة السياحية وبعد كده بتخش البلد ومفيش اي مشكلة خالص. طيب يا شباب، دلوقتي جينا للمتطلبات. يا ترى ايه المتطلبات المطلوبة مني عشان ان انا اقدر اقدم على الفيزا السياحية؟ طبعا حاجات كتير جدا، انا هحاول ان اشرحها لكم نقطة نقطة. اول نقطة معانا، لازم تكون داخل تركيا هنا بشكل قانوني، مش تكون داخل تهريب او بشكل غير قانوني البلد. لو داخل بشكل غير قانوني فمش هيتقبل خالص انك تقدم على فيزا سياحية، طبعا هيرفضوا ده رفضا تماما. ثاني نقطة معانا يا شباب، انك لازم تقدم على الإقامة السياحية قبل ما الفيزا اللي انت جاي بيها تركيا تنتهي. لو انتهت مش هيقبلوا الطلب بتاعك في اغلب الاحيان. يعني انت مثلا لو اخد فيزا شهر لازم تقدم في خلال شهر، لو اخد فيزا اسبوع لازم تقدم في خلال الاسبوع. ثالث نقطة معانا النهاردة، وهي ان الباسبور بتاعك لازم يكون مترجم ومختوم من نوتر او مختوم من اي مترجم هم بيعتمدوه في ادارة الهجرة عشان يفهموا اسمك بشكل صحيح. طبعا الباسبور بتاعنا مثلا المصري مترجم باللغة الانجليزية، ففي اغلب الاحيان مش محتاجين ان احنا نترجمه. فلو انتم برضو من الباسبور بتاعكم مترجم باللغة الانجليزية في اسطنبول مثلا مش محتاج، لكن في مدن تانية ساعات بيطلبوه فلازم برضو تترجموه كاحتياط. وما تنسوش يا شباب انكم تجيبوا صورة اخر ختم انتم دخلتم به تركيا، يعني وانت بتترجم برضو طلع الصورة ديت انسخها من على الكمبيوتر ودخلها في دوسة الورق بتاعك، اخر ختم انت دخلت به في تركيا. النقطة الرابعة معانا يا شباب، انك لازم تجيب لهم 4 أو 6 صور بيومتريك، يعني وانت بتتصور لازم تقول للمصور او الشخص اللي قدامك ان انت محتاج الصور دي عشان خاطر الاقامة. هما بيبقوا عارفين هيجيبوا لك الصور دي شكلها ازاي، بتبقى خلفية بيضة وبيومتريك. النقطة الخامسة، ان لازم يكون عندك عقد شقة ومتسجل فيه اسمك في تركيا، يعني من الاخر كده لازم يكون ليك محل سكن. انت بعد ما بتأجر شقة في تركيا بتخلي مالك الشقة يكتب لك اسمك في الايجار، وبعد كده بتروح النفوس تسجل اسمك هناك. وطبعا وانت بتقدم لازم يكون معاك عقد الايجار ده ومتسجل فيه اسمك هنا في تركيا. النقطة رقم 6 يا شباب، انك لازم تستخرجوا الرقم الضريبي بتاعكم لو عايزين تعملوا اقامة في تركيا. طيب هنستخرج الرقم ده ازاي؟ هتروح على ادارة الضرائب ولازم يكون معاك الباسبور بتاعك، هتملي هناك استمارة وتقول له انا عايز الرقم الضريبي الخاص بتاعي هنا في تركيا، فهيديهولك عادي خالص من غير اي مشاكل ومن غير فلوس. بعد كده هنيجي لنقطتين تانيين. اول نقطة، لازم تدفع هناك المصاريف او الرسوم بتاعة الاقامة اللي انت هتاخدها في تركيا، وتدفع رسوم الكملك. الكملك اللي هو الكارت اللي هما بيديهولك اللي بيبقى فيه الإقامة بتاعتك. وطبعا بعد دفع الرسوم الخاصة بالإقامة والخاصة بالكملك، اوعم تنسوا تخدم الفيش يا شباب. طبعا لو انت بتدفع من على الانترنت هتلاقي برضو فيش موجود على الانترنت، لكن لو انت بتدفع في الحقيقة برضو لازم تخدم الفيش منهم، لان ده مطلوب جدا وانتم بتقدمهم على الإقامة السياحية. النقطة رقم 7 يا شباب، ان لازم يكون عندك تأمين صحي بطول مدة الإقامة اللي انت بتقدم عليها. يعني انت مثلا لو عندك تأمين صحي بمدة 6 شهور وعايز تاخد إقامة سياحية بمدة سنة، مش هيدوك سنة، هيدوك بس 6 شهور. ليه؟ لان التأمين الصحي بتاعك بمدة 6 شهور. فخلي بالكم ان يكون التأمين الصحي بتاعكم بطول مدة الإقامة اللي انتم بتقدموا عليها، ده مهم جدا يا شباب.
النقطة رقم 8 يا شباب، لازم تقدم لهم كشف حساب بنكي عشان يعرفهم ان انت قادر تعيش في تركيا وما عندكش اي مشاكل خالص في المعيشة. ودلوقتي جينا للنقطة الاخيرة يا شباب، وهي التقديم على موعد في ادارة الهجرة. هتخش على الويب سايت بتاعهم وهتقدم او هتكتب البيانات بتاعتك وهتاخد موعد معاهم وهتروح لهم في الميعاد ده. وطبعا لازم يكون معاك دوسيه وفيها كل الملفات اللي انت جمعتها دي. وان شاء الله يا جماعة هعمل لكم فيديو بالتفصيل عن كيفية التقديم على موعد في ادارة الهجرة. وطبعا لو انتم محتاجين اي حاجة يا ريت تكتبوا لي في التعليقات عشان اكون عارف، وعلى اساسه ان انا اعمل لكم فيديو ان شاء الله. وده يا شباب كان كل حاجة في موضوع الاقامة السياحية هنا في تركيا. دلوقتي تعالوا نتكلم عن الإقامة الطلابية هنا في تركيا. طبعا الإقامة الطلابية هنا من أقوى الإقامات لأن بيبقى لها مميزات كتير جدا. أول ميزة إنك مش بتاخد سنة هنا في تركيا أو 6 شهور إقامة، لا، بتبقى على حسب الدراسة اللي انت بتدرسها. يعني أنا مثلا لو بدرس في كلية 4 سنين بيدوك 4 سنين. طبعا لازم برضو تعمل التأمين بتاعك يكون 4 سنين على حسب الإقامة. الكلام ده هنتكلمه كمان شوية. تاني ميزة يا شباب، وهو إنك بعد ما تطلع كارت الطالب بتبقى المواصلات ليك مخفضة، فبتركب المترو مخفض، بتركب الباص مخفض. وطبعا دي ميزة كبيرة جدا ومفيش أي حد بيتمتع بالميزة دي غير الطلاب هنا في تركيا. وبرضو ما ننساش إن انت تقدر تخرج برا تركيا وترجع بإقامة الطالب عادي جدا من غير ما تقدم على فيزا لتركيا، وإنك تلف كل المدن التركية بسلاسة وسهولة. والميزة الأخيرة والأهم يا شباب، هو إنك بعد سنة من الدراسة في الكلية تقدر إنك تطلع إذن عمل وتشتغل وإنت طالب. ودول كانوا أهم المميزات اللي بيستمتع بها الطلاب هنا في تركيا. دلوقتي جينا للمتطلبات بتاعت الإقامة الطلابية يا شباب. كل الشروط اللي أنا قلتها للإقامة السياحية في تركيا بتنطبق بالضبط على الإقامة الطلابية، ولكن الفرق بينهم هيبقى هو الشهادة الخاصة بالجامعة. انت لازم عشان تقدم على الإقامة الطلابية لازم يكون اتقبلت في جامعة، وهم بيعطوك هناك كارت يدل انك طالب في الجامعة ديت، او بيدوك ان هم شهادة هناك بتدل انك طالب. بتاخد الشهادة دي وبتضيفها على الملفات اللي انت جمعتها، وبتروح ادارة الهجرة وبتقدم خالص وتقول لهم ان انا عايز اخد اقامة طلابية. وطبعا لازم تخلي بالك ان انت عشان تاخد اقامة طويلة مثلا 4 سنين او 3 سنين لازم يكون التأمين الصحي بتاعك بطول الاقامة دي، فما تنسوش النقطة دي يا شباب. وده كان كل حاجة عن الاقامة الطلابية هنا في تركيا. ودلوقتي يا شباب جينا لاخر الفيديو. اتمنى ان شاء الله النهارده ان انتم تكونوا استفدتم واضفت لكم معلومات جديده. وما تنسوش من فضلكم تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناه معانا، ان شاء الله تستفيدوا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.